بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أنه النهاردة في ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من درجتين لأربع درجات. كمان الطقس هيكون دافي النهاردة على شمال البلاد ولحد شمال الصعيد، مائل الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، وشديد البرودة على جنوب البلاد. في كمان نشاط للرياح على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مع وجود فرص لأمطار خفيفة بالليل على السواحل الشمالية الغربية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، في أمطار، في لسه صقيع مكمل معانا في المزروعات في سيناء. أخبار اسكندرية إيه ودرجة الحرارة هناك عاملة إزاي؟ بالفعل يمكن احنا اليوم هنشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن الأيام الماضية بحوالي من درجتين لأربع درجات على كافة أنحاء الجمهورية. النهاردة هيكون ذروة ارتفاع درجات الحرارة، لأن العظمى على القاهرة الكبرى متوقع تكون ما بين الـ 25 والـ 26 درجة مئوية خلال فترة النهار. هيكون في امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيساعد على إحساسنا بارتفاع درجات الحرارة. كمان مصادر الكتل الهوائية بتتراوح ما بين الكتل الهوائية الجنوبية الغربية من على الصحراء الغربية وأيضا بعض الكتل الهوائية من على الصحراء الشرقية، فبالتالي هنحس كمان بارتفاع درجات الحرارة. وزي ما بنقول النهاردة ذروة ارتفاع درجات الحرارة، الأجواء خلال فترة النهار هنحس بيها أجواء دافية على أغلب المناطق الشمالية الموجودة في السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، محافظات شمال الصعيد. أجواء مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار، خاصة مع وجود أشعة الشمس. لكن أول ما أشعة الشمس بتغيب هنبدأ نحس بانخفاض درجات الحرارة، مع ساعات المغرب وساعات الليل الأولى تبدأ درجات الحرارة تنخفض، بتنخفض بشكل كبير وبشكل ملحوظ في ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر. الأوقات دي بيحصل فيها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، الأجواء فيها تظل أجواء من باردة إلى شديدة البرودة على أغلب محافظات الجمهورية، لأن في بعض المناطق من المدن الجديدة شمال الصعيد وسط سيناء درجات الحرارة فترة الليل بتنخفض لأقل من 10 درجة. بالإضافة كمان اليوم متوقع أن يكون في نشاط للرياح، سرعات الرياح ما بين 30 إلى 40 كيلو متر على الساعة، وإحنا بنتكلم على رياح جنوبية غربية يعني قادمة من على الصحراء، فبالتالي الرياح دي هتكون مثيرة لبعض الرمال والأتربة، خاصة على بعض الأماكن المكشوفة اللي ليها ظهير صحراوي كبير، المدن جديدة. الأماكن المكشوفة دي هيكون فيها إثارة للرمال والأتربة، والرمال والأتربة ممكن تؤدي لانخفاض طفيف في الرؤية الأفقية، فمهم جدا ناخد بالنا اليوم من رمال المسارة الأتربة ورمال المسارة. كمان خلال فترة المساء هيبدأ تتأثر السواحل الشمالية الغربية للبلاد بوجود سحب منخفضة متوسطة، وهيكون معاها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السلوم ومطروح بعض المناطق من الأسكندرية، لكن المناطق الساحلية أو السواحل الشمالية الغربية فرص الأمطار فيها خفيفة جدا، غير مؤثرة تماما على أعمال الأنشطة اليومية. ارتفاع درجات الحرارة ده متوقع أنه يكمل معانا اليوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله، يعني إحنا غدا هيكون العظمى على القاهرة الكبرى هتنخفض تكون 23، لكن مستمرين في درجات الحرارة أعلى من المعدلات، وإن شاء الله متوقع تدريجيا مع يوم الاثنين ونهاية الأسبوع تبدأ درجات الحرارة تنخفض تعود للمعدلات الشتوية اللي احنا متعودين عليها. يمكن احنا متوقع مع نهاية الأسبوع إن شاء الله القادم تكون العظمى على القاهرة 18 درجة مئوية، فنبدأ تدريجيا نعود للمعدلات، فرص الأمطار هتبدأ بشكل كبير موجود وتعود تاني مرة أخرى على السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري مع يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله. طيب قبل ما نختم مع حضرتك عاوزين نعرف اخبار الشبوره ايه، مكمله معانا فعلا مع ارتفاع درجات الحراره والرياح لسه مكمله الشبوره ولا لا؟ وكمان الطلبه والشباب اللي بيروحوا معرض الكتاب يروحوا بقى، يعني توصياتك، الجو هيبقى لطيف في المنطقه هناك، يلبسوا تقيل ولا يخففوا شويه عشان درجات الحراره العاليه شويه معانا النهارده؟ هو فرص تكون الشبوره المائيه اليوم مش هيكون موجود، لان احنا بنقول ان اليوم في نشاط رياح مش هيساعد على تكون الشبوره المائيه. كمان مصادر الكتل منخفضه في نسب الرطوبه بتاعتها، فبالتالي ما فيش اي شبوره متكونه اليوم، لكن متوقع غدا وتحديدا بعد غدا ان شاء الله يوم الاحد اللي جاي يكون في شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وارد كمان تؤدي لانخفاض ملحوظ في الرؤيه الافقيه. بنتكلم ان اليوم في بعض الاتربه والرمال المصاره، فاحنا مهم جدا اول نصيحه لازم
لازم نتابع النشرة الجوية قبل ما نخرج من البيت، نعرف الحالة الجوية، نعرف أماكن الشبورة المائية الكثيفة فين وأيامها إيه، نعرف كمان الحالة الجوية عاملة إزاي ونتعامل مع أي ظروف جوية مختلفة. مهم كمان ما ننخدعش بالدفء فترة النهار ونغير نوعية الملابس، لأن فترة الليل هنحس بالبرودة الشديدة، فمهم جدا نرتدي الملابس الشتوية خلال فترة النهار، فترات الليل تكون ملابس شتوية ثقيلة خاصة في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر. أصحاب الحساسية الصدرية ومرضى الجيوب الأنفية مهم جدا إن احنا نرتدي الكمامات أثناء الخروج اليوم بسبب بعض الأتربة والرمال المثارة. كمان تبقى القيادة بهدوء تام على أغلب الطرق أثناء أي ظاهرة جوية بتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية إذا كان شبورة مائية أو حتى كمان أتربة ورمال مثارة. مشكورة كفناية، شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. دلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 26 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 26-14، اسكندرية 24-13، العالمين الجديدة 24-13، مطروح 22-13، دمياط 25-14، بورسعيد 25-15، الإسماعيلية 26-14، السويس العظمى فيها 25 والصغرى 14، العريش 25-15، كاترين 23-5، طابة 26-16، حلايب 27-16، شلاتين 26-17، شرم الشيخ 26-17، الغردقة 26-16، الفيوم العظمى فيها 26 والصغرى 12، بني سويف 26-11، الوادي الجديد 26-13، أسيوط 27-13، سوهاج 26-12، قنا 28-12، الأقصر 26-11، وأخيرا أسوان العظمى فيها 27 والصغرى 14. ودي كانت درجات الحرارة المتوقعة اليوم، وكمان التوصيات اللي عرفناها من خلال هيئة الأرصاد الجوية اللي بتوصي صحيح إن في درجات حرارة مرتفعة النهاردة، والنهاردة ذروة ارتفاع درجات الحرارة من درجتين لثلاثة، لكن كمان ما تتخدعوش بدرجات الحرارة المرتفعة، ونفضل لابسين لبسنا التقيل، لأن بالليل درجات الحرارة هتقل كتير وهتحسوا ببرد شديد. ناخد بالنا كمان إن في يعني رياح مثيرة للأتربة ممكن تأثر على الرؤية الأفقية لينا وإحنا سايقين على الطرق المختلفة، وخصوصا الطرق الصحراوية، علشان ترجعوا بيوتكم بألف سلامة. نرجع مرة تانية لشاذلي وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا يا شكرا جزيلا.